ترجع بي طيارة، أنا قلبي شب نارة، للناس أقول وين أخباره، قالوا لي ما يدرون. أبي ترجع بي طيارة، أنا قلبي شب نارة، للناس أقول وين أخباره، قالوا لي ما يدرون. ترى زهقة نويت قلبك ألحقة، تسافر دونش حقة، أنا وياك وما بسواك تغيب عني شلون. ترى زهقة نويت قلبك ألحقة، تسافر دونش حقة، أنا وياك وما بسواك تغيب عني شلون. أبي ترجع بي طيارة، أنا قلبي شب نارة، للناس أقول وين أخبارها، أبي ترجع بي طيارة، أنا قلبي شب نارة، للناس أقول وين أخبارها، قالوا لي ما يدرون. ترى زهقة نويت قلبك ألحقة، تسافر دونش حقة، أنا وياك وما بسواك تغيب عني شلون. مالي في عمري غيرك غالي، يا حبي وكل مالي، معاك الحب ولا ينسى وراك وين ما تكون. مالي في عمري غيرك غالي، يا حبي وكل مالي، معاك الحب ولا ينسى وراك وين ما تكون. أبي ترجع بي طيارة، قلبي شب نارة، للناس أقول وين أخبارها، قالوا لي ما يدرون. أبي ترجع بي طيارة، أنا قلبي شب نارة، للناس أقول وين أخبارها، قالوا لي ما يدرون. ترى زهقة نويت قلبك ألحقة، تسافر دونش حقة، أنا وياك وما بسواك تغيب عني تغيب عني. غيابك قلبي شده، أحات الحب من وده، شو أسوي الحين وين ألقاك بعدك أنت جنون. حدا غيابك قلبي شده، أحات الحب من وده، شو أسوي الحين وين ألقاك بعدك أنت جنون. وأبي ترجع بي طيارة، قلبي شب نارة، للناس أقول وين أخبارها، بي طيارة، أنا قلبي شب نارة، للناس أقول وين أخبارها، قالوا لي ما يدرون. ترى زهقة نويت قلبك ألحقة، تسافر دونش حقة، أنا وياك وما بسواك تغيب عني شلون، أنا وياك وما بسواك تغيب عني شلون، وأنا وياك وما تغيب عني، وأنا وياك وما بسواك تغيب عني شلون. يعطيكم ألف عافية. سولو ترى زهقة، أكيد من كلمات عبد الله العماني وألحان حمد القطان بطل الشعيري. أهلا وسهلا فيك.
هاي على لبنان الثلاثة. تفضل بدر الفنان الكويتي. بدر أهلا وسهلا فيك. أجواء كتير حلوة يعني، فن شاب كويتي عم بيأدي لون كتير حلو، أغنية استمتعنا فيها إليانو موري وأنا أنت عم بتغنيها والجمهور أكيد وكل محبينك. بدر اللي بيشوفك بيقول شاب بس ولكن مشواره بدأ من عمر سنتين، كان يتزوق الشعر ويغني، رجع عن عمر 4 سنين أيضا مثل ورجعت كانت الانطلاقة أكيد لما غنى مقدمة برنامج الممثل وأيضا الفنان الكويتي داود حسين. كيف كانت التجربة؟ تحية طبعا، تحية كبيرة نجم واي فاي يعني طبعاً. الرائع داود حسين على راسي. أدي كان وجهه خير عليك. أستاذ داود حسين أنا أقول لأبوي يعني ما نادي لا أستاذ ولا باسمه ولا أبو حسين، أنا نادي أبوه. ما أنسى وقفته وياي بأول ظهور لي في برنامج قرقيعان. كان عمري ما أذكر بس أنا كان عمري أعتقد 12 سنة أو 13 سنة. غنيت مقدمة قرقيعان من الحان الملحن الكبير مشعل العروية، وجه له ألف تحية. حنحكي عن كلمات الشاعر ساهر أكيد، ولا شك من بعدها انطلقت كفنان وكممثل. حنحكي أيضا عن أعمالك، ولكن في خبرية هيك سمعناها ومصادرنا بتقول أنه إليان محفوظ شكلها حتوافق على مشروع سينمائي أو مسلسل بعدها ضايعة بين الاثنين. شو مزبوطة؟ أي مزبوطة. إليان شو اللي حمسك تفوتي لمجال التمثيل؟ أنا بحب التمثيل من الأول وبالاختصاص صح درسينه بالأودي فيزيويل يعني كنا ناخد كرات تمثيل، وبس كنت ناطرة الفرصة المؤاتية ما بيقولوا حتى لأنه أخذ هيدي الخطوة، وأكيد عم بدرسها كتير منيح لحتى نقل السيناريو والكاركتير اللي بيلبق لي كمان. يعني بفهم من جوابك أنه السيناريو هو جدا مهم، ولكن على طول السؤال بيقول لما الواحد بيكون بمسيرته بأول مسيرته كفنان في عالم بتفضل أنه تحافظ على هويتها كفنان وتبعد عن التمثيل حتى ما تضيع الناس صح. أنت لكن ما عندك مشكلة؟ أنا أول شيء كنت أنه ما بدي فوت بالتمثيل لأنه على فترة معينة، هلأ ما بقى عندي مشكل يعني أكيد بعد نجاح يا ماما وأهشو بحبه صار فينا الجمهور على طول بانتظار جديدك. موري أنت مثل ما سبق وقلنا عندك كثير مشاريع، ولكن نمط اللون اللي انت اخذته بدايه قبل ذا فويس كنت تغني على طول باللون الغربي. اللون الغربي عامه معروف بالوطن العربي، اليوم اللي بده يعمل فنان ويكون صف اول ويكون عنده نجوميه ويعمل حفلات بحاجه انه يمشي مع جيله. شو اللون اللي اخترته تمزج بين الاثنين؟ صحيح يعني اللون اللي عم بلش فيه او الاغاني اللي عم بختارها هي اغاني فيها فيوجن بين مثل الاغنيه اللي حغنيها اللي هي غنيتي الجديده شو عندك الليله، هي ويسترن اورينتال، وهيدا الشيء بيساعد اقدر اعطي بيرفورمانس زياده على الأغنية إن كان بالرقص إن كان بحياة الأشياء. بدر أنت سبق وحكيت عن الملحن الكويتي مش على عروج، وأنت قلت هو اللي مسك بإيدك هو اللي اكتشفك، كيف صار التعامل مع بعض؟ كان التعامل مقدمة قرقيعان، السالفة اللي كانت أن أخوي محمد شعيبي أوجه له تحية طبعا كلمني قال لي كان يسمعهم صوتي، كان ممثل أخوي بنفس البرنامج، فأن أخوي صغير يغني سمعوه، سمعني الملحن مشعل الروي قال يبوا الاستديو في مقطع ابي يغني. رحت الاستديو سجلت المقطع، كان يقول لي اطلع اطلع، كان يعطيني مقطع اللي بعده اللي هو اللي غنيته، قال لي قول هذا، هو ما كان متوقع ان صوتي كذي، فخلاني اغني المقطع اللي بعده غنيته، بعدها كان يخليني اغني المقدمه كامله والنهايه. تحية أكيد لمشعل عروج ولزوجته والكويتية الفنانة الرائعة والمتألقة.